إن كان يشتهيه وطابت به نفسه فليأكله، وإلا فلا يأكله ولا يتكلم فيه بقدح أو عين. دليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يعني لم يعب أدبا منه فيما مضى طعاما، لكن إذا اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يعيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرف هذه السنة لو أخذ بها الناس، لو أخذ بها الرجال، ما غضبت امرأة من زوجها. يعني إن اشتهى ما أعدت، وقد تكون غير صناعة فلا تحسن طبخا، كتلك الفتاة التي كانت قديما عندما كان الجو كمثل ما نحيا فيه اليوم وبه شبيه، ممن فلت من عقال وصار الناس يتحزبون يتجمعون بغير ضابط، فغالى كثير من الخلق وكفروا الناس حتى الفتيات كنا يكفر. فذهب بعض أهل السنة من الشباب يريد أن ينكح أو يخطب فتاة وصفت له بخير، فقبل أن تكشف له عما يجوز أن تكشف له منها ليؤدم بينهما من وجه وكفين، أرادت أن تختبره، فكلمته من وراء حجاب، فأخذت تسأله في مسائل تتعلق بالإيمان والكفر حتى أملت، فلما ضاق بها ذرعا قال: يا هذه أتحسنين الطبيخ؟ يعني خذي بما ينفعك هو خير لك مما أنت عليه. ما هذا؟ قال: أتحسنين الطبخة؟ ثم تركها غير مأسوف عليه. فلو أن الناس أخذوا بهذه السنة: إن اشتهيته فكل وإلا فلا تعب، وإن استطعت أن تمدح فالله أكبر، والله المستعان. رجل قدم له تمر وكان التمر رديئا.